السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد عند ميري ديليس. اليوم نقدم لكم كيفاش تحضروا ديسير ساهل ديال باناكوتا. كيجي في هذا الشكل. غنحتاجوا ليه كاس ديال لاكريم فريش، نص كاس ديال الحليب، 50 غرام ديال السكر، شوكولاته 50 غرام، ساشي ديال الفاني، 250 غرام ديال فريز ولا الفرامبواز، وجيلاتين 3 الورقات. اول حاجه غنبداو بها غنرقدوا الجيلاتين ديالنا في الماء بارد تقريبا جوج ديال الورقات. غادي نبداو في التحضير ديال لاكريم. غنديروا لاكريم فريش ديالنا، كاس ديال لاكريم فريش كيمشي معاه نص كاس ديال الحليب. ديما نص الكميه ديال لاكريم فريش كنديروا حليب. غنزيدوا الفاني وغنديروا فوق البوطه. انا لاكريم فريش ديالي حلوه، اذا كانت عندكم لاكريم فريش مسوسه تزيدوا تقريبا 30 غرام ديال السكر. وغنديروها فوق البوطه حتى كتغلى لينا وكنحيدوها، وكنزيدوا الشوكولات وكنحركوا مزيان حتى كيذوب. عاد كنزيدوا لا جيلاتين، كنحاولوا نسقطروها مزيان في يدينا، عاد كنزيدوها. وكنبداو في المونتاج ديال لاكريم ديالنا. كنديروها في كيسان بحال هكا ولا دي رامكان اللي عندكم توفر، ونديروها في الثلاجه لمده ديال ساعتين. تقدروا ديروها بالليل وتخليوها حتى الصباح. وهذه طريقه ثانيه ديال التقديم. دابا بغينا يجينا بشكل اخر مايل، كنديروا شي حاجه غارقه وكنديروا وسط منها الكاس وكنعمروا، وعاد كنديروه في الثلاجه تاعي. الا بغيتوا يجمد لكم دغيا تقدروا ديروه في الكونجيلاتور، غير تحاولوا ما يجمدش، غير يشد راسو نحيدو. دابا غندوزو الكولي. غنديروا الفريز مع السكر وغنديروه فوق النار حتى كيغلى. ملي كيغلى لينا الفريز كنحيدوه وكنطحنوه في ميكسور وكنصفيوه، وعاد كنزيدو فيه ديك الورقه ديال الجيلاتين اللي بقات، كنحركوها حتى تذوب، وكنزيدوها في ليفيرين ديالنا من الفوق. وها هي النتيجه. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. تقدروا تزوقوا باش ما بغيتو النعناع، انا درت الكيوي، تقدروا ديروا نتوما اللي حبيتو. بالصحه والراحه. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وتابعونا في الانستغرام، وشكرا.